شوبير، كابتن محسن صالح، الكابتن هاني رمزي، والكابتن اسامه حسني. ده بس طبعا كابتن احمد شوبير وكابتن محسن صالح وكابتن هاني رمزي وكابتن اسامه حسني. بقول لهم ده الحمد لله دي بطوله كويسه، خير علينا ان شاء الله، لان النادي الاهلي ما بيقعش على طول، بيقوم بسرعه. يعني راح البطوله اللي فاتت اللي هي السوبر الافريقي احنا عوضناها بالسوبر المصري، والنهارده خدنا اكبر جائزه اللي احنا في حاجه اسمها العالميه. النادي الاهلي عالمي طول عمره وبيقف على رجليه. عم حارس، كم بطوله ليك مع النادي الاهلي لحد دلوقتي؟ ربنا يديك الصحه. ان شاء الله نقول 82 بطوله ان شاء الله. 82 ما شاء الله عم حارس، يعني في انديه ما خدتش الرقم ده عم حارس. لا الحمد لله ما بحسدش نفسي. عم حارس، عشيره الكابتن شوبير وعشيره الكابتن مصطفى شوبير، ايه التشابه اللي شفته ما بين الاثنين؟ الاهلي طبعا في فرق بين الكابتن شوبير والكابتن مصطفى، في فرق جامد قوي. طبعا الكابتن شوبير كان في وقته كان احسن جول في افريقيا، وشوبير دلوقتي النهارده ابنه بيمثله ان شاء الله ويبقى كويس. عايز تقول ايه النهارده عم حارس وعم ميكي، وانا عارف ان انتوا يعني زي ما قلنا مجهودكم كبير جدا، كلنا بنبقى لامسين دوركم ومجهودكم. قبل ما اقول اي شيء بشكر الجهاز المعاون تما، بس مش هقول اسماء، انا بقول تما لان الجهاز المعاون دوت هو جزء من المنظومه، لو كان المنظومه فاشله يبقى الجهاز المعاون فاشل، لكن كل المنظومه بتكون ناجحه يبقى كله ناجح. عم مكي كلام كتير قاله عم حارس، لكن انا عارف عندك كلام كتير وعندك احساس كتير، بطوله جديده اول مره بتدخل في خزينه النادي الاهلي، وانت واحد من افراد النادي الاهلي اكيد سعيد بهذه اللحظه. عم مكي، انا طبعا من 81 وكابتن شبير عارف وكابتن خطيب عارف وكابتن مختار عارف، انا ادم واحد من عم حارس ادم ناس في الجهاز من 81، خدنا بطولات كتير وخدنا وشبعنا بطولات الحمد لله، والبطوله دي بس البطوله دي عزيزه علينا اول بطوله ناخدها. بشكر كابتن محسن صالح وكابتن شوبير وكابتن هاني رمزي كابتن اسامه حسني، احنا برضه مربين الناس دي كلها. وطبعا حارس قال معلومه، قال كابتن شوبير ده طبعا نمره واحد دلوقتي، شوبير مصطفى شوبير نمره واحد مش كابتن شوبير. كابتن شوبير كان اجياله وكان ما كانش في كوره زمان. دلوقتي في كوره حديثه وكاميرات وحاجات كده. عيب عليك يا كابتن شوبير يعني. بشكر كل الناس الموجوده، بشكر مجلس الاداره، بشكر الجهاز، بشكر الناس الجهاز المعاون اللي كان معانا، والحمد لله على البطوله دي وعبر الايام الحاجات الجايه ان شاء الله باذن الله.